بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر نفحات هذا الشهر الفضيل، ممزوجة بمداد الود الصادق ومغلفة بكل أمنيات الخير. نلقاكم اليوم وقد طويت صفحة من صفحات شهر الخير والبركة، نسأل الله العظيم أن ينفعنا بنفحاته الرمضانية الطيبة، وأن يسعدنا أن يكون ضيف هذه الليلة هو العلم البارز من أعلام الدعوة الإسلامية، جند نفسه ووقته لخدمة هذا الدين الحنيف، فأثمرت جهوده المباركة عطاء ونفعا امتد إلى التواقين إلى الله تعالى والساعين إليه. رحبوا معنا بضيفنا الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. حياك الله دكتور عمر. حياكم الله وحياكم أهلا فيك. كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم، تقبل الله منا. وأنا سعيد جدا أنك معي في هذه الحلقة. وأنا أكثر سعادة. الله يجزاك خير، تسلم. دكتور عمر، كبداية نريد أن نتعرف عليك وأن نتعرف عليك السادة المشاهدين. يعني أتعرفوا عليها من أجل بطاقة تعريف بشخصك. يعني عمر عبد الكافي أحد خدم الدعوة إلى الله عز وجل، وخادم لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نشأت في صعيد مصر، حيث تربة الصعيد يعني تقريبا تنبت نباتا يختلف عن أي تربة، ليس من باب التحيز يعني، ولكن يقال أن في قصص بني إسرائيل أن نبي الله سليمان قال للنسر أريد يعني أجمل مكان أتنسم فيه الهواء، فطار النسر عاد، قال ودعا نبي الله سليمان فذهب فوجد بحيرة ماء آسن، يعني سبحان تطفح منها رائحة الماء الآسن، وشجرة منذ زمن، يعني المكان مليء بالأوراق الجافة، فتعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا بأجمل، قال كيف يا نبي الله، هذا والله هو أجمل مكان، هذا هو المكان الذي نشأت فيه، فيعني أرضي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ظنوا علي كرامه. فالإنسان بطبيعته يعني تأسيا هذا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، كان ينظر يعني خلفه وهو في طريقه إلى المدينة، تعلمين مكة أنك أحب بلاد الله إليه، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فدائما الوطن والمكان الذي نشأ الإنسان فيه محبب إلى قلبه، يعني كما قال أحد العلماء كيف لا أحب هذه الأرض التي كنت ذرة من ترابها ورضيع غمامها. فبالتالي الأرض غالية. وبعدين الإنسان في هذه الأرض بدأ أول خطوات يعني النشأة والتركيب، أن تجد أبا صالحا، أما صالحة، أسرة متوازنة، جيران صالحون، أهل قرية فيهم خلق التواضع وفيهم خلق الود والمحبة، إخوة نشأت بينهم اثنان أكبر مني وثلاثة أصغر مني، كلهم أفضل مني بكثير بفضل الله عز وجل، فأنا أقلهم شأنا يعني. ومن هذا في هذا المجتمع وتلك البيئة ترعرع على الإنسان، وسلكنا في يعني تلاميذ نحبو على مدارج العلم، وما زلت أنا أعتبر نفسي صغيرا أحبو على مدارج العلم. الله يجزيكم خير إن شاء الله. دكتور، صمت في صعيد مصر رمضان؟ طبعا مكثت في صعيد مصر إلى أن أنهيت دراسة الثانوية العامة، ما شاء الله. ثم انتقلت إلى القاهرة حيث الازدحام والمدينة المليئة بالضوضاء، لكن صمت وأنا صغير الحمد لله. كعادة أهل الريف أنه يعني مجرد أن يصل الولد للخامسة أو السادسة لابد أن يستشعر الرجولة، أو لابد أن يشعره من حوله أنه لأنه صار رجلا وصار كبيرا، ولا يجب أبدا أن يفطر، حتى من باب التفاخر أمام بقية التلاميذ في الصف الدراسي أننا يقول أنا صائم ويرى لسانه وأرد لسانك، والثاني يقول لا يبدو أنت تكذب، وهكذا. هذا الصراع أنتج هذه الفعاليات وهذه النباتات لعلها تكون خيرا يعني. في اعتقادك دكتور الفروقات يعني أو أبرز الملامح الرمضانية اللي كانت في الصعيد واللي كانت في القاهرة والآن أنتم في الإمارات العربية المتحدة يعني أكثر من كم سنة، ما هي أبرز الفروقات والملامح الرمضانية؟ والله أنا عشت رمضان في عدة دول كثيرة، رأيت يعني وخبرت أخلاقيات الشعوب واقتربت منهم،
وصرت كواحد منهم. صعيد مصر في الخمسينات والستينات كان الكهرباء هذه غير موجودة، ما كان في كهرباء، الكهرباء وجدت في الستينات مع وجود بناء السد العالي وكده، فكنا نستذكر دروسنا على المصابيح التي توقد بالكيروسين، ولكن بعض البيوت كمثلا بيت الذي نشأت فيه وثلاث أربع بيوت من البيوت الكبيرة كانت توقد ما يسمى بالكلوب اللي هو الضوء قوي. فرمضان كان له معنى خاص ببعض العادات التي صارت وكأنها قطعة من رمضان يعني، وربما نسي الناس يعني قضية رمضان كعبادات وعملوها يعملونها كعادة، لكن هناك عادات وكأن هذه هي رمضان. يعني مثلا منظر المسحراتي الذي يسحر الناس معه طبلة صغيرة وينادي على الناس فردا فردا، يا فلان يعني قوم تسحر، يعني يا فلان هكذا. الأولاد عندهم فوانيس رمضان يطوفون بالليل، وهذه من باب البهجة، يعني مجرد ان يدخل رمضان يبقى لازم في كل طفل معه فنص صغير. هذه عادات وتقاليد لم يعني لم ينساها الانسان الى الان. يظل الان مع الحضاره مع الكهرباء يبدو ان اضيئت في الخارج واظلمت بعضها في الداخل يعني، لكن كانت هناك القلوب بريئه والنفوس مضاءه وكان الكل يحب الكل، الكل قريب من الكل. يعني عزك الله كان اذا مرضت يعني جاموسة فلان كل الشارع يدعو في صلاته لشفاء جاموسة. لماذا؟ لأنه ينتظر من خيرها ومن لبنها. أما الآن يعني عندنا مثل عام في مصر يقول إيه، يقول أن يقولوا جاموسة أخوك أخذها الحرامي، يقول ما زي ما عند أخويا زي ما عند الحرامي، يعني أصبح الآن ولا يستفيد لا بها لا هي عند الحرامي، فهو ما عادت عليه مصلحة محددة فيها. كنا في اتصال دكتور سابق في هذا البرنامج، الدكتور أنور عشقي كان في طبعا يقول لاحظت، يقول الملاحظة أن أغلب الناس، يقول هذه ملاحظة لاحظتها في مكة، يقول الآن في هذا الشهر الناس فقط تدعي لنفسها بدون أن تدعي الآخرين، وهذه ظاهرة كل واحد نفسي نفسي الآن أصبح شكرا. إسماعيل القلوب أواني والألسنة مغارف، فالمغرفة تأخذ من الآنية، وانت حاطط لي عصير جميل وكذا، لو اخذت منه بالملعقه هكذا اخذ منه عصير يعني شيء جميل من نفس العينه. فدليل ان القلوب قد خويت في مساله الاخوه، ويعني لابد من اعاده ترتيب بيتنا من الداخل كلنا كمسلمين، ولابد ان اشير بالعيب الى نفسي قبل ان اشير العيب الى الشيخ اسماعيل. يعني لابد ان ارتب انا نفسي اولا واهذب من اخلاقياتي حتى لا ادعي انني صرت، لان الناس في الدنيا تنظر الى من هو افضل منها، وفي الدين تنظر إلى من هو أقل، والنظرة الإسلامية تقول لابد أن أنظر في الدين إلى من هو أفضل حتى أتمثل به، وفي الدنيا إلى من هو أقل حتى لا أستقل نعمة الله علي. فالقضية في الأخوة أو المنطق حكاية عدم الدعاء للآخرين، دكتور أنور عشقي يعني هو أخ صديق فاضل ومفكر استراتيجي له أفكار طيبة ورجل يعني لا نزكي على الله يعني أحبه وأحب جلساتي وزياراتي ما شاء الله تربطني به صداقة. فالكلام الذي يقوله هذا واقع مر، دليل على أنه قد تبخرت معاني الأخوة الحقيقية. يعني لماذا الآن ويعني وكأننا نشبه الغرب في أن كل واحد فينا صار كأنه جزيرة منعزلة، بدليل أن الناس الآن لا تتمعر وجوههم عندما يرون على شاشة القنوات هذا القتل، هذا الكم من القتل، وكأن خلاص يعني تبلد حس الناس في المسألة. وهذا يعني لما تبلد حس الناس أنا كداعية إلى الله أخاف من هذه، ليه؟ لأن عندما يتبلد الحس الإيماني نفسه ينقص. يعني عندما يقول إنما المؤمنون إخوة خلاص المؤمنون إخوة، عندما يصير المؤمنون ليسوا بإخوة فليسوا بمؤمنين، يبقى ناس، يبقى أي إنسان بشر بني آدم كائن حي. لكن قضية الأخوة هذه يعني كان الصحابي كما نحفظ عن سيرتهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، الرجل يطوف برأس شاه، يعني أنت تعرف أن العربي لا يقيم لرأس الشاة شيئا بعد أن يذبحها، فشواها هكذا وطبخها وذهب إلى بيت أمير المؤمنين عمر، قال ما وجدت بيتا أفقر من بيتك أمير المؤمنين، قال يا أخي والله يا أخي بلال أشد مني حاجة، فأخذ الرأس وذهب لبلال.
فلما ذهب الى بلال قال اخي عبد الله بن مسعود اشد مني حاجه. راح لابن مسعود قال له اخي عمار بن ياسر اشد مني حاجه. اخي عبد الله بن ام مكتوم الى سبعه وتبقى والسابع يقول افقر بيت بيت امير المؤمنين عمر الله. ويعود الى امير ويجمع عمر ويجمع عمر السبعه الذين ذهب الرجل اليهم دون سابق يعني ترتيب ويقول اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. هكذا كانت حياتهم. يعني الحياة عندما يعني أنا عندما أحب الناس حقيقة هذه مجربة أنا أهدأ بالا حتى من مسيئهم. يعني المسيء أعتبره مريض أدعو له أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهذب من أخلاق. الحسن البصري كان له صديق أحمق جار يعني مش صديق جار فظل الجار 20 سنة وبعدين رحل هاجر ساب البصرة ومشي. فبكى الحسن وأثش في البكاء قالوا قال يا إمام يا بصري أنت يعني الحمد لله الذي خلصك الله. قال لا فارقني وما فارقه حمقه. يعني هو سبب بس الحمق ما دل معاه أيوه. طب أنا تحملت من يتحمله غيري يعني أنا تعودت عليه. فهذه الأخلاقيات لما ضاعت يعني سبحان الله عندما يعود الإنسان إلى أخلاقيات القرية والبادية في زمن كان الناس متقاربين أكثر صح. يعني الجار كان لجاره إن رأى حسنة نشرها وإن رأى سيئة كتمها. الآن للأسف الشديد قس يعني إيمانيات الناس بسلوكياتهم الخارجية. إحنا عندنا عطب في سلوكياتنا العامة عطب تام يعني عندنا فكأن بالضبط شيخ إسماعيل كأننا يعني عزك الله حي سكني انقطع عنه تيار الكهرباء فصار يخبط خبط عشوائي. فأصبح كل واحد له نسخة خاصة يعبد الله عز وجل على 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 على, على مثال نسخته. ونسخته هي النسخة المعتمدة ونسخة الباقي مزورة. يعني ناهيك عنه يعني يريد حتى هو نسخة وفي حاله لا يشوه نسخ الآخرين. وإذا تحدثت معاه في بعض المنكرات كيف يقول الإيمان في القلب يعني وهو ينسى بقية الحديث إن قوما غرتهم الأمانية يقولون نحسن بالله الظن والله لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. لذلك لما تيجي واحد يقول لي والله يا أخي فلان هذا صحيح لسانه يعني بذيء واحيانا وقح والى اخره لكن قلبه ابيض اقول والله كذبت. لا لو كان قلبه فيه البياض ما ظهر لسان الا الخير. لا يظهر عليه الا الخير. لابد سبحان الله لان ربنا يقول ولا تعرفنه في لحن القول. يعني تعرف في قلبه جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. يعني انت تعرف في قلبه مما يعني مما يظهر على لسان. لكن مش ممكن يكون في قلبه شيء ويظهر في لسانه شيء اخر. دكتور لعلنا نعود قليلا الى الحديث اللي تحدثنا حوله. واجبنا تجاه مناطق الجروح الاسلاميه العراق النيجر باكستان فلسطين يعني ما هو واجبنا نحن كمسلمين تجاه هذا؟ والله يعني نحن كمسلمون مسؤولون امام الله عن هؤلاء. ما هو العمل اللي ممكن ان نقوم فيه حتى نبرر هذه الذمه؟ اسماعيل لابد اولا أن أبدأ بمن حولي أولا. إذا نجحت في من حولي استشعرت الأخوة العامة التي تجمعني بكل من يقول لا إله إلا الله فيصير الأخ الإندونيسي والأخ المغربي والمسلم الأمريكي والمسلم الإسكندنافي والمسلم الجنوب أفريقي أخ لي كأخ الذي ولدته أمي. متى؟ عندما أكون حنونا على أخي الذي ولدته أمي أولا. وبعدين لما يكون منطقي منطق الدين الموضوع يكبر في قلبي. كيف؟ شجرة الإيمان تبدو صغيرة بأن تكبر بإيه؟ بمديها بمدريها. عندما تمد شجرة الإيمان بالأخلاقيات والسلوك وقدوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد منطق الأخوة ده عجيب. يعني يقال إن أبا بكر عندما كان يلقى عمر في صلاة الصبح كان معه في صلاة العشاء يلتزمه عمر يقول يا طولها من ليلة يا أبا بكر. وكان الأخوة في أو النسب في لا إله إلا الله أقوى عندهم من النسب في الأخوة التي جاء بها أبي. لأن أبي جاء لي بأخ أنا ما اخترته لكن أخي هذا جمعني به الإسلام. ويعني ربما قلنا من قبل إن معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه اخترق عليه الباب طارق فجاء حاجبه ليقول إن أخاك بالباب. قال له أخي زياد. قال لا يا أمير المؤمنين أنا أعرف زيادا. قال أدخله. دخل صوب معاوية النظر في الرجل لم يره من قبل. قال أنت أخي؟ قال بلى نعم. قال من لدن من؟ يعني من الأبوة اللي تجمعني بك؟ قال من لدن آدم. فوضع معاوية آدم على قال رحم مقطوعة سوف أصلها إن شاء الله.
هذه الرحمة المقطوعة من لدنا، فما بالك برحمة الإسلام. فيعني تزن الإيمان في قلبك عندما أنا أجلس لآكل وأرى أبنائي في باكستان الآن الزلزال يثمر يعني أجيالا منهم، فأتوقف عن الطعام. إذا توقفت عن طعام وعفته لأن الإيمان ما زال في قلبي، إن أكبرت الطعام فقد قسى قلبي وسقم أو ربما مات. يعني هذه موازين يجب أن توضع في الحسبان. يعني كيف لي أن يعني أن ألذ بالطعام وأبناؤنا في العراق أو فلسطين أو هذه المناطق المنكوبة لا ينامون إلا على أصوات الطلقات، ولا يستيقظون إلا على أصوات الصرخة والصراخ والقتل وإلى آخره. فأين هنا يعني الله عز وجل لن يحاسبنا على الصلاة والزكاة فقط، لا، حاسبنا عن حقوق الآخرين عندنا. وأول حق، حق كل مسلم لما يتعلق برقبة، يقول أنت كنت تستطيع أن تنقذني، كان بعشر دراهم أو بعشر ريالات أو بعشر جنيهات فقط تستطيع أن تنقذ ولدي من الضياع ومن الضياع. فما لا أقول له يوم القيامة؟ هذه كارثة كبيرة. فأولا يعني عايز أقول إيه، يعني من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم. وحمل هم الإسلام دي يجب أن نزرعها ونغرسها في الأولاد. يعني يأتي بالولد بدل ما كل وقته يشاهد مباراة الكرة، أخذ من وقته 10 دقائق حتى ليرى نشرة الأخبار فقط. شوف هؤلاء إخوة لك، هؤلاء باتوا من غير عشاء، لم يفطروا في رمضان، لم يستطيعوا تناول طعام الإفطار لأن ما عندهم، ما استطاع واحد منهم أن يعالج من المرض، ما استطاع أن يستر جسده، بات في العراء لأن ليس حتى له خيمة تواريه من الرياح أو من شدة الحر بالنهار. فيستشعر الولد، ها من مصروفك كم سوف تدفع له؟ وأنت يا بنت كم تدفع لأختك هذه؟ أنت لا تعرف اسمها لكن هي أختك وتنتظر منك خير. فبهذا المنطق يستشعر الولد ويأخذهم إلى المراكز التي تجمع ويضع الولد بنفسه. نعم. تضع البنت بنفسها. نعم. تضع أخيك الباكستاني المسلم، أخوك الهندي المسلم، أخوك العراقي المسلم، أختك الفلسطينية المسلمة، تستشعر هذه الأخوة. وهنا يا الآن تدعو لك، يا الآن تدعو لك أن تجمعي بها في الدنيا أو في الآخرة في الجنة. الولد يستشعر هذه المعاني ليكبر على هذا المعنى. بالضبط. نعم. دكتور نعود قليلا أو كثيرا إلى الصعيد. إلى الصعيد، نعم. نعود إلى الصعيد، جميل الصعيد، نعم. نعم. على من تتلمذتم في البداية؟ أبرز الكتب اللي كنتم يعني تقرؤونها في بدايات طلبكم العلم؟ والله العجيب أن وضعت أمامي كتب تخص السلوكيات والخلق. أنا ما تعلمت الفقه في بداية حياتي. نعم. وإن كان عندنا من العلماء رحمهم الله من كان يعلمنا الفقه. أنا أذكر الشيخ لنا رحمة الله عليه كان جالس يمكن 60 سنة متواصلة رحمة الله عليه في المسجد من المغرب العشاء، لم ينقطع يوم لا في مرض ولا، 60 سنة متواصلة. ما شاء الله. ومات ربما في 80s من عمره. كان يشرح لنا كتاب الشرح الصغير للإمام مالك في الفقه. وكان رحمه الله يحفظه حفظا كما نحفظ نحن كتاب الله عز وجل، كان يحفظه سبحان الله. وكان من العجب أنه كان يجعل أحدنا يقرأ جملة جملة، ونحن كنا في المرحلة الابتدائية سبحان الله. فلما نقرأ كان يصحح لنا من ناحية اللغة الأول، فهو سبحان الله، فصقلت ألسنتنا باللغة العربية أول بقى أحببناه لأننا نحب الشيخ ولأن نحب المادة. وكانت مادة الشرح الصغير مادة صعبة، احنا فقه ونحن صغير، ولكن كان يحضر في هذا المجلس كبار السن فوق 60 في 40s في 30s ونحن أطفال، والكل في أمام الشيخ، والشيخ لا يمل، يحضر له 3 يعطي الدرس، يحضر له 100 يعطي الدرس بهذا المنطق. هذا أحدهم. أذكر ونحن في المدارس الابتدائية كان لا نقول للأستاذ يا أستاذ المدرس، يقول أبويا فلان. يقول من يا أبونا اللي يريد مثلا كذا، ما يجي المدرس يسأل يقول أبويا الشيخ فلان أو أبويا فلان، لأنه أبو لأنه أبي، لأنه رأيت منه حنان الأبوة بهذا المنطق. أذكر من الأشياء اللطيفة التي كنا في المدرسة كان الشتاء في الصعيد شديد البرد، يعني من الشتاء برد شديد والحر شديد، وكان هذا هكذا الصعيدة يعني أخرجوا هذه القوة اللي عندهم من قسوة الشتاء وحرارة الصيف. فكان في رحمة الله عليه المدرس يأتي قبل أول حصة ويعطينا ساعة تسمى حصة إضافية من عنده،
يشرح لنا مادة تكون صعبة سواء مثلا حساب أو غيره سبحان الله. فكان يخرج الولد منا وكنا في مرحلة إيه يكتب على السبورة، فمن شدة البرد نحن صغار لا نستطيع أن نكتب. فكان رحمه الله يلبس هذا، تعرف أنت الجبة الأزهرية التي تلبس هكذا، وكان لها جيب وهي من الصوف الثقيل. فكان الذي يجيب إجابة صحيحة جائزته أن يضع يده في جيب الشيخ لمدة دقيقة تصير دافئة فيخرج ما شاء الله يستشر الدماء في جسده. هذا حنان الأبوة الذي كان موجودا. طيب ما زلت أذكر ونحن في الصف الرابع أن كان الأستاذ يحمل معه مبراة يبري بها الأقلام، وموس إذا اقتقصف قلم الرصاص من تلميذ هو الذي يقوم على يعني أي رحمة. ما زلت يعني ما زال رحمة الله عليه في حركة بريه لقلم واحد منا ما زالت إلى الآن في خاطري. أنا ما زلت أذكر دكتور إلى الآن عجزت أنسى مدرس الله يذكره بالخير، كان لا يمكن انه يعني يضرب طالب ويترك الطالب حتى يبكي، لابد لازم يبكي الطالب، يقوم ثلاثة ارباع الفصل باكي لابد، وكره المادة والحمد لله. فهذا ويقول كان يقول انتم ما تدركون اللي انا جالس اسويه، اذا كبرتم راح ان شاء الله تعرفون اللي انا اسوي في صالح. وعرفتم الحمد لله نتيجة مش فاحنا بحاجة إلى مثل هذا دكتور يعني حنان الأبوة والعطف. ولذلك يعني حتى في موضوع في الإسلام وفي المصطلحات الشرعية وفي التعليم الديني أن نحن أمة مأمورة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، اشترطوا في الأمر بالمعروف شروطا، أن تكون عالما بما تأمر عالما بما تنهى، رفيقا فيما تأمر رفيقا فيما تنهى، عاملا بما تأمر عاملا بما تنهى. هذه أطر. وبعدين نحن شيخ اسماعيل يعني انا نشأت بين اهل وبين قريه وفي مدارس ما رايت الا الابتسامه على وجوه الناس. عجيب. اتبخرت الان نسي المسلمون حتى ابتساماتهم. حتى قال شاعرنا اليائس واحد شاعر يائس كده من هذا قال ايه؟ قال ذعرت زوجتي لما راتني باسمه. ايوه. قلت لها لا تنزعجي اني بخير سالمه، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. هذا الياس الذي دبب الرجل ان تأبست شفتاه مما انه كل حياته تقطيب جبين. نعم. هذا مشكله. وبعدين يعني ما زلت اذكر الرجل ربما منذ 20 سنة وانا في مجال الدعوه تشكو زوجه ان زوجها احل التقاعد عنده 60 سنة ولا يصلي. فجلست معه لماذا ابو فلان لا تصلي؟ اخر مره صليت متى؟ قال لي اخر مره دخلت المسجد من 55 سنة. الله المستعان. يعني دخل مره المسجد عنده 5 سنوات. وبعدين قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي رجل كبير السن نهرني بقسوه امام الناس وشدني من ذراعي ان ما زالت شده الذراع في يدي، شده يد الرجل بذراعي، وقال صلي خلف الصفوف. خرجت ولم اعد الى الان. طبعا انا لا استطيع ان يعني ان ابرئ الرجل من تكاسله، لكن انظر الى فعل واحد فقدنا رجلا مصليا كان ممكن يكون له اثر في المجتمع. طيب الحمد لله ربنا هذا الرجل، لكن يعني لماذا؟ يعني ما الذي نكسبه من تخطيب الجبين؟ هذه مشكله في المدارس، في الجامعات، في دور العباده، في الشارع. ولو ان تلقى اخاك بوجه الطلق هذا ادنى معروف، ربما ينطلق وجهي يوما باسما فينطلق قلبي بعد ذلك. صحيح. نعم. لكم في الشعر دكتور؟ والله لي في الشعر يعني انا احفظ الشعر لكن لا يعني ربما لا اكتبه يعني، ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيبي كما قال الشعر، لكن انا ذواق للشعر، ذوق الكلمه الطيبه، افاضل بين الشعراء، احفظ بفضل الله يعني الاف الابيات من الشعر وكرم الله سبحانه وتعالى. نعم الله يبارك فيك. دكتور موقف إيجابي وآخر سلبي وآخر طريف مرت على الدكتور عمر؟ مواقف كثيرة عشان اسمعينها اللي في الدعوة يعني ثلث قرن تقريبا. ما شاء الله. الله يرضى عليك. موقف إيجابي، كنا في مؤتمر علمي مش مؤتمر شرعي، كنا مؤتمر كيمياء في فترة السبعينات، ومعنا في الوفد الذاهب الى حضور المؤتمر رجل
يعني هو عربي، أبوه عربي مصري ولكن أمه أجنبية. والولد نشأ في بيت، الرجل نشأ في بيت لم يجد فيه أحد يصلي ولا علم له بالصلاة ولا خالص، وكانوا يعني غربين نسعى يعني ده يعني ده يعني قلوبهم ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم يعني مما ابتلينا به. فالزملاء الذين معي في الوفد قالوا لو أنت شيخ صحيح تجعل فلان يصلي، قلت لا ليست هذه لي، احنا علينا أن ندعوه. قال لا ده هو ما عنده فكرة أساسا. فالحقيقة يعني قمت وأنا في الفندق يعني دعوت الله عز وجل بعد ركعتي قضاء حاجة كده أن ربنا يشرح قلب الرجل دي. هناك في هذه الدولة، كنا في دولة أوروبية، كان الفجر على الساعة 7 والمؤتمر يبدأ الساعة 9، فطرقت بابه كنا في بداية نهايات شهر نوفمبر حيث البرد الشديد والجليد والدرجة تحت الصفر. طرقت عليه باب الحجرة، لم أكلمه، أنت ذهبت إلى حجرة غرفتي خير بس الساعة لسه بدري. قلت له أصلا وجدت نفسي سوف أصلي الصبح منفردا لوحدي، قلت أصلي معك. فالرجل بس كده قال لي نعم. قلت له بصراحة أنا كنت آخذ ثواب الجماعة، أنت عارف ثواب الجماعة 27 حسنة، أصلي لوحدي آخذ حسنة واحدة وهو لا عارف يعني إيه جماعة ولا يعني حسنة. قلت له ادخل ادخل. قال أخذ باب، قال أنا لا أعرف كيف أصلي. أنا كنت في هذا الزمن يمكن في أواخر العشرينات، وهو كان في آخر الخمسينات سبحان الله. تعال، قال أنا لا أعرف أتوضأ. تعال ما فيش مشكله، علمت الوضوء وقمت قلت له اعمل زي ما اعمل بالضبط. وصلى من يومها بعد ان عدنا ظل يصلي عندي في الصف الاول في المسجد الى ان توفاه الله يعني بعد 10 سنوات من هذه الواقعه. يعني هذه المواقف التي لا انساها ابدا عندما تخلص النيه في دعوه انسان وانت لا تتعالى عليه ولا تتعالم عليه، ولكن تشعر انه مريض يحتاج الى دواء، انه ضعيف يحتاج الى اعانه، أنه أفضل منك عند الله، لأنه إذا تاب هو أفضل عند الله مني 100 مرة. ودائما شيخ إسماعيل علمني علمائي رحمة الله عليهم وبورك في من على قيد الحياة منهم، أن لما أتعامل مع الناس أنظر الأول إليه، هل هو أكبر مني أو أصغر مني؟ أول ما أشوفه أكبر مني سنا على طول أترجم في ذهني أنه عند الله أفضل لأنه سبقني للإسلام، وإن كان أصغر والله أقول أنا سبقته بالذنوب، من كان في السن أقول أنا أعرف عن نفسي ما أعرف أنا أكثر منه ذنوبا، فأحترم من أمامي وأتواضع له، لا أتعالى معه وأتقبل عليه. هذا من المواقف الإيجابية الطيبة يعني. نعم. والطريفة دكتور؟ الموقف الطريف مواقف طريفة كثيرة. كنت مرة في إحدى الفضائية يعني على الهواء عدة سنوات، وكان الذي يحاورني يعني شاب من أبنائنا الصالحين، ولكن كان يعني يتبع جماعة معينة لها موقف متشدد جدا من الصوفية بطريقة يعني كأنه يعتبر أنه لا حرب في هذه الحياة إلا ضد هؤلاء الناس. المهم يعني فجاني سؤال بل أنا أتلقى أسئلة، فالسائل يسأل يا شيخ يا أستاذ فلان نريد أن نسأل الشيخ عمر إيش رأيه في الصوفية؟ أنا لسه أجيب لقيت الأخ اندفع وصار يكيل للرجل يعني من كل ما ماذا تخيلوا، والرجل المتصل يهدئ من روع المذيع يا أستاذ يا أستاذ اهدأ قريب يا أستاذ أقول له خلاص يعني أقرب لتعنا من تحت المنضدة هكذا أشير يعني خلاص يا أخوانا وأقول المخرج يعني خلاص. بعد شوية واحد يتصل قال يا أستاذ واحد سأل الشيخ من شوية ايه رأيه، وما سمعنا رأي الشيخ، قال خلاص هذا موضوع خارج الموضوع خارج الحلقة التي نعم. طب ممكن اسأل الشيخ في سؤال داخل الحلقة؟ قال له تفضل اسأل الشيخ بشدة هكذا، وكان خلاص انفعل وطلع من الاطار. قال يا شيخ عمر انا اعرفك من بداية السبعينات رجل لا تقول الى الحق ورجل مش عارف ايه وانت لا تقبل وانا محسبك ايه، مقدمة طويلة من المدح العديد، انا اسألك سؤال محدد ايش رايك في المذيع اللي جنبك ده؟ وانت على الهواء مذيع والرجل اعطاك مقدمه رهيبه يعني. فقلت له شوف يا اخي الكريم ربنا رزقني اجابه عجيبه كده، قلت له ليه يا شيخ بورك فيه، كان مره بيطلع كل اسبوع كده مره على في احد يعني الفضائيات كده ويسال اسئله، فالمذيع اللي بيطلع معاه من 3-4 سنوات عرف اسلوب الشيخ في الاجابات بتاع. فالشيخ يسال المذيع يرد ما ياخد باله ان الشيخ المذيع يسال، فالشيخ راح جام مشي
يا استاذ يا مولانا. قال له ده انت اللي مولانا. مولانا ايه يا سبحان الله. انت جاب سهر الشيخ راح بعد كده اعتذروا لاداره التلفزيون وتعاون وجابوا الشيخ. فاول سؤال يساله هو نفس سؤالك ده، ايش رايك في المذيع اللي جنبك؟ فالشيخ الله يكرمه قال والله المذيع هذا يذكرني بزوجتي. قال له كيف يعني؟ انا اقف اصلي ركعتين سنه في البيت زوجتي ترد على الهاتف، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا حلال هذا حرام. فاصبحت زوجة الشيخ برضه يعني اصبحت شيخه بالتبعيه يعني سبحان الله، والطرائف كثيره يعني. لا شك. الله يرضى عليك. دكتور، هل هناك حكمه تتمثلها دائما؟ والله دائما يعني اقول لا كرب وانت رب. لا كرب وانت رب. مش ممكن. الكرب لا ياتي طالما هناك لنا رب رحمن رحيم نحن عبيده. لا يكون هناك كرب. ابدا ابدا. لا كرب وهو رب سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. مهما تكون الكروب فالله اعظم سبحانه وتعالى. نعم. صحيح. الله اكبر. نعم. دكتور، لعلنا الله يحفظك ايضا نتحدث عن هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم في رمضان يعني بشكل مختصر. والله اسمع، بيوت الصحابه في رمضان وفي غير رمضان كنت كما قرانا عن سيرهم في المدينه المنوره انك كنت تمر الرضا عليك رب بارك الله فيك جزاكم الله خير. كنت تمر ببيوت الصحابه بالليل فتسمع لبيوتهم ازيزا كازيز النحل. ازيز كازيز النحل من 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 قيام الليل وسبحان الله العظيم. وكان الصالحون لا ياتي ليل عليهم وهم نائمون. يعني لا يكن احدكم قطرب نهار جيفة ليل، يعني زي يعني نحلة بالنهار من النشاط ويجي بالليل ينام. شوف في علاقة يعني عكسية ما بين الذنوب والنوم، اذا اكثر العبد من ذنوبه طال نومه، اذا قلل من الطعام وقلل من المعاصي نام قليلا وذكر كثيرا، بدليل ان اهل الجنة لا ينامون. لماذا؟ لانه لا معصية لهم، لا ناموا، لا فيها نوم سبحان الله. فالسلف الصالح هذا كان ديدنه، كان الواحد منهم يستعد لدخول رمضان قبل رمضان بستة أشهر ويعد العدة، وسبحان الله يأتي رمضان ويتفرق كل منهم لكتاب الله عز وجل قراءة وتلاوة وتدبرا وقياما. ولكن نحن الحقيقة فرغنا رمضان من محتواه، يعني أن يتكلف البيت في رمضان ثلاثة أربعة أضعاف ما يتكلف غير رمضان، ليس هذا شهر الصيام، هذا شهر الطعام. أن يتحول رمضان إلى شهر الكسل، ما كان السلف هكذا، كل انتصاراتهم حدثت في رمضان. دائما أقول ليزن الإنسان نفسه قبل رمضان، ويزن نفسه ليلة العيد، فإن قل كيلو جرام أو كيلو جرامين صام، نقول أنه صام الحمد لله، لكن ما يزيد 10 كيلو جرام، يبقى بالله عليك أين صيامه؟ أفضل. يعني إيه لا إيه الحكمة في أننا يعني سبحان الله أمتنع عن الطعام والشراب 14 ساعة، ثم آتي ساعة المغرب في أقل مدة ممكنة، أخذ بأكبر كمية ممكنة ويحيق بالمعدة سوء العذاب، يعني من قال هذا؟ صحيح. يعني أمر صعب يعني حقيقة. ليس ما كان هكذا سلفنا الصالح. طيب واللي يعتذر يا شيخ بكثرة الأشغال والأعمال لا يوجد فرصة أو وقت للعبادة؟ هو لماذا لا نصير أعمالنا عبادة لله؟ نعم. يعني نحن من الواجب كأمة نجعل أعمالنا التي نسميها نحن دنيوية نأخذ بها بتجديد النية تصير أعمال أخروية، لأن عظمة الإسلام ليس هناك عمل دنيوي. يعني أنت في المحطة هنا كلما تدير المحطة وتعمل كذا وتعمل كذا بتجديد النية يصير عملك هكذا كصلاة النافلة وكتلاوة القرآن وكالعبادة لله. الطبيب في مستشفى، الزارع في زراعته، المحاسب في مكتبه، وهكذا المهندس وهو يبني البناية ويقن الناس من إحنا. كل واحد في تخصص طالما عمل نافع للناس هذا عمل يثاب عليه إن شاء الله ويصير تماما كالعبادة. نعم صح. دكتور نلحظ هناك يعني كثير من ما نقول كثير يعني ما نريد أن نحجم هذه الظاهرة، لكن هناك عقوق كبير سواء كان مع الوالدين سواء كان مع الإخوة سواء كان مع الأقارب. في شهر رمضان ماذا ممكن أن نقدم لهم هذه النصيحة يتقوا الله يعني في صلاتهم وأقاربهم؟ أولا ربما لا يرفع عمل عبد قاطع للرحم، وهذه مصيبة. يعني ترك طعامه وشراب وصام وصلى وذهب للتراويح وعمل عمره وعمل خيرات وهو لا يقبل لانه قاطع رحم. هذا المشاحن الذي ما زال يذهب الى المحكمه
ويرفع قضيه على اخيه وعلى جاره وعلى عمه وعلى خاله. وهذه الزوجه التي تذهب او يذهب محامي الى المحكمه سنوات كي تحصل على ورقه طلاق، من يقول هذا الكلام؟ يعني هل هذا من دين الله؟ هل هؤلاء مسلمون؟ هل يرضى اذا راهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء من امتي، هؤلاء الذين اشفع لهم يوم القيامه؟ يعني هؤلاء هل هؤلاء الغر المحجرين؟ يعني المسألة عايزة إعادة حسابات. ثم إننا يجب أن ننظر كأولياء أمور إلى أبنائنا، إن رأينا عقوقا من أحدهم أو تمردا من بنت منهم، لا نقول أن البنت سيئة أو الولد سيئة، نقول ربما في أموالنا شبهة، أو في أموالنا حرام، أو أننا استحللنا الربا، أو أننا سمينا الحرام بغير أسماء، أو أننا نقنع أنفسنا نحل الحرام ونحرم الحلال. يا ده احنا صار كل المسلمين مفتين، كل يفتي سبحان الله. إذا جلست مع خمسة صار منهم سبعة من المفتين داخل الخمسة، سبحان الله، نسأل الله السلامة. أي والله الله يكرمك. أذكر يعني بعض الشباب، يعني شباب تو، يعني الواحد حتى الشنب ما بعد طلع، والله هو الشيخ الفلاني هو على عين والرأس، بس والله عليه يعني علي ملحوظات من ابن تيمية، هذا من ابن تيمية العصر يعني. هذه مصيبة يعني لو أننا علمنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كان زيد إذا أراد أن يركب ابن عباس فرسه، كان زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي يقرب الركاب ليضعه في قدم ابن عباس، ركاب الفرس، يعني يمسك حذاء ابن عباس كده ويضع في الركاب، فيقول له ما تصنع يا زيد؟ قال والله أمرنا أن نجل آل بيت نبينا، فيأخذ ابن عباس ويقبل يد زيد الذي قدم له الركاب، ماذا تصنع؟ وهكذا أمرنا أن نجل علماءنا. الله، يعني هذا هو الود الذي كان. والله رأيت كثيرا من علماءنا الكبار، رأيتهم بعيني وأنا أصحابهم تلميذا لهم وما زلت تلميذ أحبو عند أقدامهم. يعني حقيقة الأمر كيف الواحد منهم يجل الآخر، كيف يحترم الآخر، كيف أنا رأيت علماء لي أمام أساتذتهم يجلس مجلس كأنه لا يعرف في العلم شيئا أمام أستاذه لا يعرف. فتذكرت كيف كان الشافعي رضي الله عنه يعني إذا جلس في مجلس مالك يصفح الورقة صفحا رقيقا كي لا يؤذي مسامع مالك، وكان يستحي أن يشرب الماء أمامه هيبة له. يعني بعض الناس من اولاد او بعض اولادنا يقول اصل هذا كان مالك يا اخي، ما هو يمثل مالك الان، ما هو هذا اللي على الساحه نعمل ايه؟ يعني قضيه القضايا ان الولد يجلس احيانا واضعا قدما على قدم في حضره ابيه ولا شيء ممكن يمد رجله انا ولا مشكله. يعني كان اول ما يخطر الوالد بباب الدار مش باب الغرفه ناخذ جميعا، ليس هيبة، ليس خوفا، هذه محبه، هذه محبة، سبحان الله. يعني المحبة تلك يعني جسور المحبة تلك كنا يعني نحترم ونخاف، ولكن الحب أكثر، الحب الذي كان أين الآن؟ نعم لابد شو إسماعيل، إذا أردنا من أين البداية لابد أن نعيد ترتيب أولويات البيت المسلم. جميل، وفق منهج الله. يعني شوف إيه منهج الله، يعني كثير من البيوت أنا أستحي من هذا، يجلس الافراد البيت مع بعض وهم كلهم عرب، من ابوه عربي وجده عربي وامه عربيه، ويتكلم بلغه غير عربيه. طب ليه؟ لماذا؟ هل هذه منظره؟ يعني سبحان الله، كان الحاكم الاوروبي في القرون الوسطى اذا اراد ان يعلم من حوله انه رجل مثقف ويعرف اللغات يضع في بعض كلمات عربيه لانها كانت لغه الحضاره. ينقلب الحال هكذا، اصبح اسوا ماده الان عند ابنائنا او اصعب ماده هي اللغه، هو النحو. لأن ربما بغضنا النحو للولد وللبنت بطريقة تدريسه أو بالمدرس الذي لا يريد، لأن يجب أيضا أن نأتي بالمعلمين من الصفوة من النخبة من مشهود لهم بالكفاءة، مشهود لهم بالخلق، مشهود لهم بالدين. صحيح. هكذا إن أردنا أن نضع ملك شو إسماعيل، إذا هزم فريق كرة في دولنا الإسلامية اجتمع كل المسؤولين لدراسة الموسيقى. طيب والأمة ألا تحتاج إلى اجتماع منا عقلاء مفكرين وأهل رجال دين ورجال العلم ورجال ثقافة يتقوا الله في إسلامهم وفي عروبتهم، عملوا مؤتمرات سواء في موسم الحج أو في عمرة رمضان أو في غيرها، ونبحث كيف نعيد المسلمين ونردهم إلى الإسلام ردا جميلا. العالم كله بدأ يعود إلى دياناتهم الخرقاء هنا وهنا، أما بنا من أولى أن نفيق وأن نرى ما سبب الهزيمة؟ صحيح. سبب الهزائم المنكرة هذه التي حتى هزائمنا داخل بيوتنا. أيوة. وبعدين المصيبة نحن نجلس لنعيب على مليار و300 مليون مسلم
وأنا لا أعيب على نفسي. طيب أنا العيب منا. كنت ربما قبل رمضان في صلاة العشاء لو أطال الشيخ قريدا ربما تململ الإنسان قريدا. اكتشفت في نفسي أنني أستطيع أن أصلي خلف الشيخ بآيات من كتاب الله وبتراويح أو تهجد أو قيام أو جزء أو جزئين أو ما شابه ذلك، وأستطيع أن أعود إلى بيتي فأعمل نفس القضية أنا وأولادي. يعني إذن تستنفر كل الطاقات داخل الإنسان فيكتشف في نفسه أشياء لم يكن يدركها من قبل. نعم. فبالتالي تكون له معالم ولاتب ورقة، هكذا يكون حساب عملي يعني، وأكتب أنا عندي من العيوب كذا وكذا وكذا. يعني مثلا عندي من معاصي القلب عندي شيء من الكبر، شيء من العجب، شيء من الرياء، كل أحد أعلم بمصيبته، شيء من الأمن من مكر الله، عندي شيء من القنوط والعياذ بالله، عندي شيء من الحسد لبعض الناس وهكذا. هذه عيوب أبدأ في كل أول إيه أنا أعالج كل بند على حدة على مثلا خلال أسبوع، أعالج كيف أعالج الكبر، كيف أعرف أن الأمور خالصة لوجه الله، هذه الأعمال ليست وهكذا. أتي إلى معاصي الجوارح، كيف أعود غض البصر، كيف أعود السمع أن يستمع، كيف أعود اللسان ألا يشتم ولا يفحش وإلى آخره، كيف أعود يدي ألا تصافح أو تلمس شيئا لا يحل لي أن أصافح، كيف أعود قدمي أن تعطل إذا رأت أنها سائرة إلى مكان يغضب الله وسائرة وتفرح إذا وهكذا. لذلك معالم يأخذها الإنسان على الطريق ليحدد بها. يعني في الشركات العملاقة يأتون اللي يصنعوا للمؤسسة مثلا دراسة جدوى في المشروعات الكبيرة. طيب يعني الآخرة ألا تحتاج منا إلى دراسة جدوى؟ يعني لابد من دراسة جدوى لحياتنا. ماذا بعد رمضان؟ طيب رمضان ربما أعيش لأن يأتي إن شاء الله العيد، ربما وبعدين أعيش في شوال. طيب ماذا أصنع في شوال؟ ما هذا العجيب في آخر يوم في رمضان المسجد لا مكان لمصلي، في أول يوم العيد صلاة العشاء لا بصلي. فتشكو المساجد إلى الله ظلم العباد. إذن هذا الذي يعبد رمضان أو يعبد بالقطعة أنا لا أريده. يعني في خاطرة لي بسيطة في المسجد أول أمس في صلاة التراويح كنت أقول أنا سوف يعني أعلن إعلانا مجانيا وهو صادق إن شاء الله أن أستطيع أن أجزم لكم أن هذه المساجد مفتوحة بعد رمضان 11 شهرا في كل الأوقات، لا تغلق في وجه أحد، وهذا من باب المبشرات للإخوة الذين لا نراهم إلا في رمضان فقط. فيعني لابد من هذا الإعلان. طب نعمل إيه؟ فإذا الإنسان في رمضان يكتشف في ذاته طاقات وقدرات ما كان يعني يكتشفها من قبل، بده يكون دفعة للخير بعد ذلك. نعم. دكتور لو قلت لك أمنية تتمناها أو هدف، عفوا هدف تريد أن أو وضعته أمام ناظريك كهدف تريد الوصول إليه؟ والله أود يعني مع فارق القياس يعني كمدربي كرة القدم الذين يطوفون الحواري والدروب والشوارع يكتشفوا الولد صاحب الرجل الحساسة على الكرة وقد يصير نجما يوما. وددنا أن تطلقنا دولنا الإسلامية التي نحبها ونحب حكامها ونخوض بجوارهم جميعا أن يطلقوننا كخبراء في على الأقل ليس خبراء علم قل خبراء سنين في الدعوة، ننطلق إلى المدارس والجامعات ونسمع منهم ونرى بأعيننا أن هذا الولد قد يصير خطيبا يوما ما، وهذا سوف يصير شاعرا يوما ما، وهذا سوف وتؤخذ هذه النخب ونقوم نحن على تربيتها. والله لا نبغي من الدول لا جزاء ولا شكور إلا وجه الله عز وجل، ولا نريد منهم لا ماديات ولا غيره، لكن بس يتركوا لنا هذا المجال ونحن بفضل الله نصنع الجيل الثاني والثالث الذي يرفع العالم عاليا إن شاء الله والراية خفاقة. هذه أمنية أود يعني إن شاء الله. هذا لو قلنا لك دكتور ثلاث بطاقات تريد أن توجهها لمن؟ ثلاث بطاقات، بطاقة دعوة. أنا بطاقتي بتبرع فيها لأي واحد. طيب جزاك الله أكرمك الله. يعني بطاقة الأولى دعاء ورحمة في رمضان لأبي رحمة الله عليه، هذا الإنسان الذي رأيت فيه سلوك المسلم بأعماله لا بأقواله، كان رجلا قليل الكلام وكان بيته مفتوحا لكل أفراد القرية يدخلون في أي وقت يشاء بفضل، ما رأيت لنا بابا يغلق بفضل الله وأنا صغير. وبالتبعية لأمي رحمة الله عليها التي ما فتحت عيني وأنا صغير إلى أن توفاها الله في العام الماضي رحمها الله رحمة واسعة إلا ورأيتها قارئة لكتاب الله ليل نهار، كانت لها ختمة في القرآن كل ثلاثة أربعة أيام مرة على مدى ما شاء الله يعني عشرات السنين ما شاء الله.
وكانت في الأيام الأخيرة ربما تنسى اسم من بجواره، لكن لا تنسى أيام من كتاب الله سبحانه. فرحمه الله رحمة واسعة، هي التي عودتنا على المحافظة على الصلوات في وقتها، لأن دون كذا ما رأينا. عندما يؤذن المؤذن كانت تترك كل شيء وتقف وتصلي، فنضطر يعني حتى نحن صغار. هذه أول بطاقة. البطاقة الثانية يعني جزء منها في السطر الأول أعطيه أو أهديه لأخ أكبر الدكتور محمد، وهو قدوة لي كبير، وكأنه رجل من الرعيل الأول يعيش في زمننا، وهو طبيب ناجح بفضل الله خلقا ومهنة يعني. وبقية إخوتي علي الذي يعمل بالتعليم، وأبو بكر الأصغر مني، وأخواتي البنات هكذا أيضا. أما في السطر الثاني فهي لعلماء الأجلاء وأساتذتي الفضلاء الذين تعلمت منهم العمل قبل أن أتعلم العلم، ورأيتهم نسخا إسلامية تسير على قدمي، ورأيتهم نسخا مصحفية تسعى على أقدام. ما شاء الله. هذه البطاقة الثانية. البطاقة الثالثة لكل الذين يحبونني في الله، أنا أعلمهم أنهم يحبونني حبا جما وأنا أحبهم بقدر ما ستر الله عيوبي عنهم، والحمد لله أولا وأخيرا. فمقدار محبتهم لي بمقدار ستر الله علي، وهذا من كرم أخلاقهم ومن تفضلهم علي بهذا الحب. في كل أرجاء المعمورة كلما ذهبت إلى مكان وجدت هذا الحب في هذه القلوب. فهذه البطاقة لهم ولكل من يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. دكتور كلمة أخيرة، لو قلنا كلمة في صدرك تريد أن تخرجها للأمة الإسلامية في نهاية هذه الحلقة. أقول للأمة الإسلامية حكاما ومحكومين، تعالوا لنضع أيدينا سويا لنصر كلمة لا إله إلا الله وفق منهج دعوي يسير وفق أو خلف علماء ثقات رضيت بهم الأمة، وانتهجوا منهج وسطية يعني وردت في كتاب الله سبحانه وفي منهج الدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا سوف نسأل يوم القيامة ماذا قدمنا للإسلام، فأنا من باب الناصح الشفيق على الأمة ماذا سوف نقول. جزاك الله خير دكتور، أنا شكر لك والله، شكر الله لك، بارك الله فيك هذا الحوار الطيب معك. الله يحفظكم إن شاء الله. والشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات على حسن استماعكم وإنصاتكم، إلى أن نلتقي وإياكم بإذن الله تعالى في الغد. إلى ذلك حين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة فريق العمل الموجودين معنا هنا في مركز البث في دبي، لكم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.